هتشوف في وكالة ناسا أسرار خطيرة للعالم، تعرف على أسرار ناسا التي قد تهتز صورتها المثالية في عينيك. تابع الفيديو. أولا، اختفاء أهم شريط تسجيل. من أهم إنجازات ناسا أنها كانت أول من أوصلت إنسان على سطح القمر من خلال رائد فضاء نيل أرمسترونغ ومركبته أبولو. هذه اللحظة التاريخية بثت على شاشة التلفاز داخل كل منزل. إنها اللحظة التي أثبت فيها الإنسان قدرته على هزم الطبيعة، إلى أن المشككين لم يسمعوا من وقتها، وظهرت أقاويل كثيرة حول صحة هذا الهبوط التاريخي. وكان المطلب الأكبر هو العودة لتحليل التسجيل الأصلي لعملية الهبوط بالأساليب الجديدة لإظهار الحقيقة. في عام 2006 اعترفت الوكالة مصر من أسرار ناسا المخزية، وهي أن شريط التسجيل الأصلي للهبوط 1969 مفقود. هل لأن تخاف مما قد ينتج يعرف العالم من هذا الشريط؟ هذا بالضبط ما فكر فيه الكثير. ثانيا، أسرار تضمن تسجيلات عجيبة تخفيها ناسا. من ضمن التسجيلات أكثر غرابة التي نجت من عمليات المسح المكثف السابق ذكرها، كان هذا التسجيل الذي بعد سؤال هذا ما تم إنقاذه بدلا عن التسجيلات الأصلية لأهم عملية في تاريخ الإنسان في الفضاء. إنه شريط تسجيل لرائد الفضاء جون يونغ الذي أظهر لنا قضية الغازات الكبيرة بينما كان واقفا عن القمر. قام بالخطأ بترك الميكروفون المعلق بسترته المفتوح، وتم تسجيل كامل التفاصيل قصة الطعام في معدته وأمعائه. هو لا يعرف أن علماء ناسا كلهم يسمعون ما يحدث في أمعائه. وكان هذا بعام 1962، وهو نفس رائد الفضاء الذي سجل شريطا آخر يتشارك فيه مع مساعد شطيرة لحم كان قد تمكن من تهريبها معه إلى الفضاء، والذي كادت أن تطير وتضر الأسلاك الكهربائية وتودي بحياته. ثالثا، متدرب يسرق من ناسا. من الواضح أن ناسا توظف العلماء والسارقين أيضا داخل مؤسستها. في عام 2002 كان هناك متدرب شاب يدعى تاد روبرتس يريد أن يبهر حبيبته الجديدة، فقام الثنائي ومعه شاب آخر باقتحام مركز جونسون للفضاء، وسرقوا أكثر من 6 معدرات من الصخور القمرية التي جلبها رواد الفضاء بعناية في طريق عودتهم، وقاموا بيعها في السوق السوداء بقيمة 21 مليون دولار، على الرغم من أن قيمة تزيد عن ذلك بكثير جدا. بعد ذلك تم القبض عليهم وحكم على تاد بثماني سنوات في السجن، وذلك ليست لتهمة السرقة فقط، بل لأنه أضاع قيمة هذه الصخور فأصبحوا غير ملائمين للدراسة بسبب كل البصمات عليها، حتى أنهم ناموا فوق الصخور، فكان هو وحبيبته أول ثنائي ناموا عن صخور القمر. إنه سر آخر من أسرار ناسا الغريبة، والتي تدل على إيمان شديد ولكن عن الجانب المشرق. في أثناء فترة العقوبة، قام تاد باختراع نظرية قد يتمكن من خلالها بدمج نظرية أينشتاين النسبية ونظرية الميكانيك. أسرار ناسا وتعليماته العجيبة. عندما تذهب في رحلة تبعد عن الأرض آلاف من الأميال، فلا بد أن يكون معك كتاب الإرشاد والتعليمات لأن التفاصيل يصعب حفظه، وهناك دائما خطر انقطاع الاتصال. من ضمن أسرار ناسا هي ما تخفيه من بروتوكولات غريبة موجودة في هذا الكتاب. على سبيل المثال، على أفراد الفريق أن يربطوا المكسر مع وكالة أي رائد فضاء يصاب بالجنون، وهذا وارد نظرا لما قد يعانيه الفرد طيلة الشهور التي يقضيها في مكان صغير. عليهم أن يربطوه بحبال أو شريط لاصق ويحكموه بمهدئات إلى زمنهم، وهذا ضمن كتاب الإرشادات الطبية. إلى أنه لا يوجد بروتوكول متبع في حالة وفاة أحد الأفراد، ويبدو أن حتى هذا الأمر سيتم تدريبه بالقوة عليه في المهام القادمة. لا شيء يتلقى بالصدفة، وعلى الرغم من ذلك هناك كثير من الحالات التي يتم التعامل معها على حسب الموقف